بصوا بقى حضراتكم، الخبر او الملف اللي هتكلم فيه ده ياما اتكلمنا فيه في الاعلام على مدار سنين طويله جدا جدا، مش هقدر يعني احصرها ولا اعدها لحضراتكم. ملف الهجره غير الشرعيه، وكنا هنا في البرنامج ياما اتكلمنا وياما شفنا يعني اهالينا والناس اللي يعني راحت ضحيه لمساله الهجره غير الشرعيه وسماسره الاتجار بالبشر، وكنا بنحذر وكنا بنتكلم، بس كان الكلام ده مجرد كلام. لكن الحقيقة الدولة المصرية خدت على عاتقها أنه لازم ننتهي من ملف الهجرة غير الشرعية، ما ينفعش نسيب أولادنا يعني يموتوا في البحر. وشفنا جهود كبيرة اتعملت في الملف ده، وشفنا قوانين، وشفنا لجان اتشكلت، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وشفنا وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكتير من الوزارات، التضامن، القوى العاملة، كلهم كانوا بيروحوا بيشوفوا أكتر المحافظات اللي هي تصديرا للهجرة غير الشرعية علشان مسألة التوعية والتثقيف. ومش بس كده كمان، لكن لازم تقدم لولادنا البديل، لازم الشباب يكون في فرص عمل، فاشتغلت الدولة على إنها تعمل مشروعات وتعمل شغل و و و و علشان يبقى في البديل قدام ولادنا، فما يبقاش بقى تحويشة العمر والذهب اللي يتباع علشان نروح في مصير غير معروف. وقعدنا كام سنة الحقيقة بنقول الحمد لله، ويمكن حتى الدول الأوروبية أشادت بالجهد اللي عملته مصر في هذا المجال، وإن احنا قعدنا 5 6 سنين ما فيش مركب هجرة غير شرعي خرج من بلدنا. ده حتى حضراتكم الدول اللي حصل فيها أزمات سياسية وبقى فيها لاجئين احنا صدفناهم، والرئيس قال عنهم دول ضيوفنا ويتعاملوا زي أي مواطن، ما ينفعش نسيبهم هم كمان يترموا في البحر، فما بالك بولادنا. لغاية لما النهاردة اتفاجئنا بخبر وحادثة مؤسفة جدا جدا. من يومين الموضوع ده ظهر، والنهاردة كان في ردود أفعال كتيرة جدا على الحادث اللي راح ضحيته عشرات من أولادنا في قرية تلبانة محافظة الدقهلية، وطبعا دي من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. حتى المركب اللي كان ولادنا عليهم كان فيهم أفارقة كتير، ومركب طبعا يبقى أهو ده المركب، بصوا الأعداد اللي عليه ده قبل الحادثة على طول، دي اللحظات الأخيرة قبل ما المركب ده يغرق. راح اللي راح وتوفى يا رحمة الله على الجميع، وربنا يصبر أهليهم يا رب، لأن مهما أقول أي كلمة ومهما نقول وبنحذر وبنوعي، أنا عارفة أن الجرح والألم كبير، وأن أي أهل يعني أن يضيع منهم ابنهم يعني ما فيش حاجة تتقال، وما نقدرش نلوم مع أنه المصير معروف، والمفروض نفكر 1000 مرة قبل ما ناخد المخاطرة الشديدة دي جدا اللي هيبقى تمنها حياة، تمنها عمر حياة ولادنا. فطبعا صحيح القرية حزن وغم كبير، وإحنا مقدرين وزعلانين على أي حد بيروح، يعني مواطن مصري حتى لما أقول حضراتكم كان المسألة دي يروحوا لدول زي ليبيا، كان الوضع فيها وما زال يعني صحيح استقر بعض الشيء، بس كان وضع غير مستقر، وكان بيحصل مسألة الهجرة غير الشرعية دي ونلاقيهم اتخطفوا وكذا كذا كذا، وتتحرك الدولة ويتم الإفراج عنهم ونرجعهم بطيارة، وكل مع أن الغلطة برضو غلطتنا في البداية أنه ودينا أولادنا يعني للمجهول، لكن برضو الدولة ما بتأثرش، بس يعني أرمي ولادي في البحر. يعني أنا عارفة والله العظيم مقدرة أن قصة الحزن الشديد جدا مسألة صعبة، لكن نفكر يعني ما احنا البلد مليانة مشروعات قومية ومليانة فرص كبيرة للناس، واللي عايز يشتغل يشتغل، لكن رايح للمجهول والتمن غالي والتمن حياتك. أكيد المسألة صعبة ومؤلمة، لكن يعني مع كل الجهود اللي بتقوم بيها البلد محتاجين نفكر شوية ونرجع خطوة لورا كده ونشوف يعني هل ده صح هل ده غلط، المخاطرة دي تمنها إيه أولا وأخيرا، إيه اللي ناقصنا علشان نسافر برة وتروح بلد غير آمن وحصل اللي حصل، والناس يعني طبعا كتير منهم توفاهم الله، ربنا معاهم مع أهليهم طبعا، والبقاء لله. بس احنا معانا على تليفون لمناقشة هذا الملف والجهد اللي عملته الدولة وإيه المطلوب كمان عشان نستمر في التوعية، أستاذة نائلة جبر، معالي السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. معالي السفيرة برحب بحضرتك، مساء الخير. أهلا بيكي، أهلا بيكي مدام لوبي. أهلا وسهلا بحضرتك. حادث مؤسف يا معالي السفيرة صحيح، لكن بيخلينا نفتح الملف ده مرة تانية، أنت شايفة اللي حصل ده إزاي، ومش هقول مسؤولية مسؤولية مين، بس إحنا محتاجين إيه نعمله؟
والله مدام لبنى، انا ببتدي طبعا وانا بتوجه بخالص التعازي للاسر طبعا، انا كأم وكلنا يعني قلوبنا يعني بتتقطع من اللي بنشوفه بنسمعه، وده تعازي لكل الاسر، فدي اول حاجه. أيوة. تاني حاجه طبعا لازم نبص للمستقبل ونكون موضوعيين. وانا بناشد كل اسره، وانا على فكره انا من الاهليه يعني من برامون زي الناس اللي فقدوا ابنائهم وزي الاسر دي، فانا بناشدهم كواحده بلديات، يا جماعه يا جماعه مصر فيها فرص عمل. انا ما بقولش الكلام ده كلام نظري، ما حضرتك قلتي احنا مستقبلين 6 مليون اجنبي في عز الكورونا. مصر كانت يمكن الدوله الوحيده اللي ما رحلتش حد، ما حدش مات من الجوع من الاجانب اللي موجودين في مصر، بالعكس عايشين حياه كريمه. اذا كان الاجانب بيقدروا يعيشوا حياه كريمه وبيجدوا فرص عمل، فاحنا المصريين يرموا نفسهم في التهلكه، دي اول نقطه. فالاهالي يجب ان هم يفكروا معانا. انا فاهمه ان الشباب بيبقى مستعجل وعايز يخلص بسرعه ويكسب بسرعه يتجوز بسرعه يبني بيت بسرعه، بس واجب الاهل ان كل واحد ياخد باله زي ما احنا بنقول في الفلاحين على ضناه، ويحميه من نفسه ومن التسرع في اتخاذ القرار. مصر زي ما حضرتك قلتي فيها فرص عمل. احنا دلوقتي طبعا السياسه الجديده كمان للدوله، ودي انا بشجعها جدا من سنوات، انا يمكن اتكلمت مع حضرتك على الموضوع ده من كذا سنه. أيوة. عن التعليم الفني. التعليم الفني بياخد وثبه كبيره جدا بتدعمها الحكومه ورئيس الوزراء، وده بيفتح مجال كبير للشباب. دعم الاقتراض الصغير والمشروعات الصغيره متناهيه الصغر برضو اتكلمنا فيها، واحنا بندعم هذا الموضوع، ومفروض ان الشباب يفكر يبقى عنده فكره بالنسبه، بدل ما يفكر في انه يروح يرمي نفسه في التهلكه، ما مخاطر بمخاطر. مش احنا الشباب بيخاف من الاقتراض عشان بيقول لك مخاطر، ممكن ادخل للسجن، تدخل السجن ولا تموت في البحر. فيعني مش كل حاجه تؤدي الى السجن، لان اي مشروع بيبقى له دراسه جدوى وله دراسات بتسبقه. فاحنا بنناشد الشباب انه يتأنى ويفكر مره واثنين، وان الاسر ايضا تقف معانا، وان احنا نبص للموجود في البلد عشان الناس تعيش حياه كريمه. في ألف مشروع في توعيه، واحنا كمان موضوع مهم جدا، انا عارفه ان الاعلام مهتم بالموضوع ده، لكن ما ننساش ان مصر دوله غنيه بالمجتمع المدني بتاعها، في الاف والالاف من الجمعيات الاهليه. وانا حتى مسافره اسكندريه مع رئيس اتحاد الجمعيات الاهليه عشان اتكلم مع رئاسات الجمعيات الاهليه، عشان هم صوتنا اللي بيصل الى القرى والنجوع والمحافظات. ده مهم جدا برضو ان احنا نستثمر وجود مجتمع مدني نشط في مصر، ان احنا نستثمر برضو وجود وزارات. حضرتك اتكلمتي عن كل الوزارات، عندك 30 وزارة وهيئة اعضاء في اللجنة اللي انا بشرف برئاستها، وزارة الهجرة، وزارة القوى العاملة، وزارة الداخلية، العدل، ووزارات الانتاج زي ما قلت لحضرتك، القوى العاملة. القوى العاملة ايضا بتنزل على الصفحة بتاعتها فرص العمل. احنا بننزل كمان للقطاع الخاص، لان انا ما بعملش تفرقة ما بين القطاع الخاص او مشروعات الدولة، كلنا مصريين، كلنا مشاريعنا احنا بندعمها. فاهلا ايضا بالقطاع الخاص وبمشاريعه لتفتح باب الرزق بالنسبة لي. واللي عايز يسافر يا معالي السفير يسافر، بس خلينا اكثر حماس واكثر ارادة في العمل. واحنا بنكمل مشوار طويل مدام لبنى، احنا ابتدينا الموضوع ده من سنوات طويله. ايوه. عملنا قانون، اول قانون في منطقه الشرق الاوسط، وزي ما انت شايفه انه على اساس القانون ده يتم معاقبه المهربين اللي هم ايه تجار البشر. عندنا استراتيجيات يعني لسه مقدمه لدوله رئيس الوزراء منذ بضعه اشهر، يمكن من 3 أشهر بس، خطه العمل الجديده، ودي مش اول خطه عمل، دي ثالث خطه عمل الدوله تعملها عشان مكافحة الهجرة غير الشرعية. الاثنين الأولانيين احنا خلصناهم بنجاح. خطط العمل دي فيها ايه؟ فيها توعية، فيها تدريب. احنا يمكن برضو انا بعترف السنة الماضية انا ما قدرتش اسافر كتير المحافظات، لكن ان شاء الله السنة دي حتى مع مخاطر الكورونا
احنا بنشتغل، احنا ما بنوقفش الشغل لان ده واجب علينا، ودي زي ما حضرتك شايفه ايه ارواح ممكن ان هي تهدر، واهم شيء بالنسبه لنا هو روح الانسان المصري. طبعا كلنا مع بعض ايد واحده نشتغل عشان نحقق مستقبل جيد، حياه كريمه لشبابنا. بس انا بناشد الاسر انهم يقفوا معانا، وبناشد الشباب انه يتمهل ويفكر مرتين قبل ما يتخذ القرار بالنسبه للهجره غير الشرعيه. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفيره نائله جبر رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر. مش هعيد وازيد الكلام اللي قلناه، حادث مؤسف بكل المقاييس. بطبيعه الحال اي روح بنفقدها هي غاليه وعزيزه على بلدنا، وكلنا بنشعر بالالم الشديد، لكن احنا نعقلها نقلها، نفكر شوية، نشوف البدائل اللي قدامنا، نشوف حياتنا، ولا إنك تبتدي من الصفر، بس تبتدي، يعني تبتدي في أي مشروع، في أي شغل، عمل خاص، أي حاجة، عايز تسافر وحلمك هو السفر وتحقق نفسك بره، يبقى بشكل رسمي وبشكل شرعي علشان ما يحصلش اللي حصل ده. ونرجع نتكلم في هذا الملف مرة تانية. عزائنا للأسر ربنا يصبر أهليهم يا رب، وطبعا نتمنى إن شاء الله ما نشوفش حادث من النوعية دي مرة تانية.